أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. قوات الجيش والمقاومة في الجوف يسيطران على إدارة أمن مديرية الغي. احتدام المعارك في الوازعية بتعز، والميليشيا تسيطر على أجزاء من المديرية. وزير الخارجية يقول إن الحكومة أعدت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي خلال مشاورات الكويت. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على إدارة أمن مديرية الغيل بمحافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع الميليشيا. وقال مصدر محلي إن اثنين من أفراد المقاومة الشعبية قتل، بينما أصيب آخرون خلال المعارك، فيما تمكن الجيش والمقاومة من أسر 7 حوثيين. بدت الطريق لحسم المعركة في الجوف أسهل من أي وقت مضى بعد الانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية خلال المعارك الأخيرة. كل هذه التطورات لم تتوقف، فالأخبار القادمة من الميدان تتحدث عن سيطرة قوات الجيش على إدارة أمن مديرية الغيل جنوب غربي المحافظة. المعارك اشتدت خلال الساعات الماضية، وتعرضت فيها الميليشيا وقوات المخلوع لخسائر في العتاد والأرواح، ووقع عدد منهم في الأسر، بينهم قيادات كبيرة. وامتدت المواجهات إلى الجهة الشرقية من المدينة تحت غطاء جوي من طائرات التحالف التي كانت لها نصيب من المعركة، واستهدفت تجمعات للميليشيا ومعدات عسكرية كانت في طريقها لتعزيز جبهات القتال. كما سيطرت قوات الجيش على حصون كانت تتمركز بداخلها الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح في الجهة الشمالية من المديرية، وسط محاولات عدة للميليشيا استعادة المواقع التي خسرتها. وبهذه التطورات المتسارعة تتجه المعارك في الجوف صوب محاور عدة كالعاصمة صنعاء وعمران وصعد معقل الميليشيا. ومعنا من محافظة الجوف الناطق باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف. عبد الله، هل باتت مديرية الغيل تحت السيطرة الكاملة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أبشركم وأبشر الشعب اليمني بهذه الانتصارات العملاقة التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية في معظم محاور جبهات الجوف، وبداية بالصفراء الواقعة بين مألب والجوف وبراقش وجبال حليف وبير الهيب وكثير من مواقع كان يتمترس فيها الحوثي منذ أكثر من 10 أعوام وتراجع منها وتم تحريرها. الآن تستطيع أن تقول ما يقارب 90% أو 95% من مديرية الغيل المحافظة. هذه المديرية التي يراهن عليها الميليشيات كونها ثكنة عسكرية وتواجد للميليشيات في داخلها منذ فترة طويلة، والآن يتراجعون كل يوم، وهناك عدد من الأسرى، كثير من القيادات أسرت في معركة التحرير الصفرة والغيل، وما يقارب في 72 ساعة أكثر من 60 أسير، غنائم بغير حصر، مدافع سواحلية وميدانية، تراكان عسكرية غنمها الأبطال كان يعدها الحوثي في هذا الشعب. نعم سيد عبد الله، بالنسبة للأهمية الاستراتيجية لمديرية الغيل وأيضا سيطرتكم اليوم على مركز المديرية، ما هي الأهمية بالنسبة لسير المعارك على الأرض؟ هذه المديرية هي مديرية يراهن عليها الحوثي وجمع فيها من وحشد لها من الميليشيات، ولها ثقل عسكري للحوثي، وعندما تتحرر إن شاء الله سيحدث ذلك قفزة كبيرة للمقاومة والجيش في مديرية المطنة التي هي غرب هذه المديرية ومتاقمة لأرحب صنعاء. نعم، خطوتكم القادمة سيد عبد الله بعد الغيل والصفراء ما هي الوجهة؟ الوجهة إن شاء الله الآن بعد تحرير الغيل، غرب مديرية الغيل هي المصلوب، وهي كذلك تم تحريرها بالكامل، وبعد مديرية المصلوب مديرية المطنة المتاقمة لأرحب، ومديرية المتون غربها مديرية الزاهر المتاقمة لحرف سفيان أول مديريات عمران. هذه هي الوجهة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأيام القريبة والساعات القادمة. أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم المقاومة عبد الله الأشرف، كنت معنا عبر الهاتف من الجوف. تعرضت مدينة براقش التاريخية منذ تمركز الميليشيا فيها للتدمير جراء القصف الذي طال مواقعها، وإلى جانب الدمار تعرضت الأماكن الأثرية فيها لحفريات وخنادق ومتارس، كما استحدثت الميليشيا فيها مقبرة لقتلاها. التقرير التالي يحمل المزيد من التفاصيل.
هذه بناقش أقدم العواصم التاريخية في البلاد التي تحولت خلال السنوات الخمس الماضية إلى ثكنة عسكرية. لكن خلال اليومين الماضيين تخلت عاصمة دولة معين الضاربة في جذور التاريخ عن أسوأ مرحلة مرت بها، وما إن عادت إلى أحضان الدولة إلا وبادر الجيش والمقاومة بحراستها وتأمينها إدراكا منهم بأهمية ما تزخر به من تراث عريق. تعرضت المدينة الأثرية أكثر من مرة إلى القصف والتدمير بسبب تمركز الميليشيا فيها وتخزين الأسلحة، كما تعرضت لحفريات وخنادق ومتارس حولت أعمدتها الأثرية التي كان يقصدها السائحون إلى ساحات للمعارك. الأسوأ من كل ذلك أن النيل من المواقع الأثرية لم يتوقف عند الحفريات والتمترس خلف الأعمدة، بل تجاوزها إلى استحداث هذه المقبرة لشخصيات بارزة من جماعة الحوثي المتمردة داخل سور المدينة. كلما سقط قتلى من عناصر الميليشيا تم دفنهم فيما أسموها مقبرة الشهداء في براقش، كما يجري اعتماد مراسم الدفن بهذه الطريقة التي تتضمن صورة القتيل إلى جوار اسمه المنحوت على القبر، كل بحسب مكانته وأهميته. فلدى الجماعة مستويات في المراتب يجري التفريق بين أنصارها حتى في المقابر، والنيل من هؤلاء ليس فقط فوق الأرض بل تحتها. أكد قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود المخلافي أن بقية محافظات الجمهورية ستكون هدفا للمقاومة الشعبية بعد تحرير تعز ودحر الميليشيا منها. وأشاد المخلافي خلال لقائه عددا من مشايخ مأرب بدور المقاومة الشعبية في المحافظة، مشيرا إلى أن تعز استمدت صمودها أيضا من أبناء مأرب. دحر الحوادث من تعز، وبعدها إن شاء الله تعالى سيندحر في بقية المحافظات، وسنلتقي يا عبيدة الخير ولا يا مأرب الخير، سنلتقي إن شاء الله تعالى وإياكم ونحتفل في مطرح أكبر من هذا المطرح، وهو مطرح إن شاء الله تعالى في ميدان السبعين في العاصمة. تجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة حمك غربية محافظة الضالع. وقال مراسل قناة بلقيس إن المقاومة تمكنت من التصدي لهجمات الميليشيا في المنطقة بعد محاولتها التسلل من جبل العذارب، وأضاف أن الميليشيا قصفت عشوائيا قرية ظفار من مواقعها في نقيل الخشبة وسوق الليل. تحتدم المعارك العنيفة بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز. وقالت وكالة الأناضول نقلا عن مصدر في المقاومة إن الميليشيا استعادت أجزاء من المديرية الممتدة إلى محافظتي لحج وعدن. وأضاف المصدر أن مواقع المقاومة تعرضت خلال الساعة الماضية لهجوم غير مسبوق من قبل الحوثيين الذين يتفوقون بالعتاد العسكري الثقيل. وأشار إلى أن المقاومة ناشدت قيادة الجيش الوطني في المنطقة الرابعة لإمدادها بالسلاح الثقيل، لكنها لم تجد أي تجاوب. وفي سياق متصل، ذكر مصدر في المقاومة الشعبية أن انسحاب مقاتليهم من بعض مناطق مديرية الوازعية جاء بسبب نقص الذخيرة وكثافة نيران الميليشيا وقصفها بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات. وتسببت المعارك الدائرة في المديرية بنزوح كبير للسكان الذين توجهوا إلى مناطق ساحلية على البحر الأحمر. في الطريق إلى جبهة القتال لا يرافق المقاتل أكثر من سلاحه، بل ويصبح جزءا من الهيئة التي تكرسها الحرب يوما بعد آخر. في الوازعية الجبهة التي أبسط ما يمكن أن يقال عنها بأنها ملتبسة ويكتنفها الكثير من الغموض، تجد الميليشيا فيها جولة مواجهة جديدة بالعودة إليها وإحياء معاركها مجددا بعد أشهر من دحرها. السلاح الذي تريده المقاومة لتغيير سير المعركة لم تجده بعد، ولم تحصل حتى الآن على وعود فيه، إذ تواجه هجمة مركزة من عناصر الميليشيا. تفيد المصادر أنها تقترب من قلب مديرية الوازعية في منطقة الشقيرة التي يجري فيها القتال بشراسة. حتمية الخسارة في هذه الجبهة باتت واردة، خصوصا وأن المقاومة لم تتلقى دعما بالتسليح سوى تلبية دعوات من أفراد قبائل الصبيحة جنوب شرقي المديرية، وبشكل شخصي توافدوا في محاولة الدفاع عنها خشية السقوط في قبضة الميليشيا مجددا.
تعرضت هذه المناطق خلال اليومين الماضيين لهجمات عدة وبمختلف القذائف أجبرت السكان على النزوح، واختلطت اللحظات بالنسبة لهم. حتى الرعاة هنا باتوا يصطحبون أسلحتهم في الوديان بصحبة أغنامهم استعدادا للدفاع عن أنفسهم قبل أن تندلع المعارك مجددا في هذه البلدة الصغيرة المسالمة. تلقى النازحون كمية بسيطة من المساعدات الإنسانية، لكنها أيضا كانت للنازحين فروا من القتال في فترات سابقة، ولم يجري مساعدتهم إلا الآن لتتفاقم معاناة السكان هنا أكثر في ظل تجدد القتال وتوسع معارك الميليشيا دون مراعاة لأبسط حقوق المدنيين. فلا يمكن لهذه المعونات أن تجلب السلام يوما للمشردين والنازحين. أعلنت منظمة فلذات الطفولة الحقوقية توثيقها لمقتل وإصابة 1400 طفل في مدينة تعز. وقالت المنظمة خلال دورة تدريبية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان إن 287 طفلا قتلوا برصاص الميليشيا. عام على الحرب في تعز وانتهاكات بحق أطفال هذه المدينة هو ما جعل منظمات فلذات الطفولة تنفذ دورة تدريبية لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأطفال، مستعرضة في البداية الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال هذه المدينة من قبل الميليشيات الانقلابية وما يتعرضون له من استهداف مباشر إما بالقنص أو القذائف التي تنهال فوق منازلهم، لتتصدر الميليشيات الانقلابية المرتبة الأولى في انتهاك حقوق الأطفال بحسب ما أوضحته إحصائية هذه المنظمة. 1400 طفل قتيل وجريح من إجمالي 2290 قتيل وجريح في اليمن، 370 طفل قتيل في تعز وحدها فقط من إجمالي عدد 934 طفل قتيل في عموم اليمن، 370 طفل قتيل في تعز منهم 287 طفل قتلوا بسبب ميليشيات الحوثيين، و75 طفل قتلوا بسبب طيران التحالف العربي، و8 خدق ماتوا بسبب انعدام الأكسجين، 1030 طفل جريح في تعز وحدها خلال عام من إجمالي 1356 طفلا جريحا في عموم اليمن، أي أن 4 أطفال يوميا من أطفال تعز إما قتيل أو جريح. وطن آمن ومدرسة جميلة وحي يلعبون فيه وحرب تتوقف لتتوقف معها القذائف التي تنهال فوق رؤوسهم، كلها مناشدات أطلقتها الطفلة رؤى عبد السلام بالنيابة عن الأطفال في مدينة تعز. يا الله قل لأولئك الجبناء أن يأخذوا كل لعبي وأن يأخذوا بدلة عيدي الجديدة التي لم ألبسها بعد وأن يتركوا لي وطني. يا الله قل لمن يذبحون وطني أن حلمي كلمة واحدة أن يظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصائب لا محن، خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن، لكن خلوا للوطن. لم تنتهي الحرب بعد، فما زالت المدينة كأن من جراحات أطفالها والانتهاكات مستمرة لم تتوقف، ويبقى السؤال إلى متى يظل أطفال هذه المدينة يعيشون هذا الواقع المخيف. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. أفاد مراسل قناة بلقيس أن وساطة نجحت في إتمام صفقة لتبادل جثث قتلى قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة شبوة. وقال مراسلنا إن الوساطة تمكنت من تسليم 3 جثث للميليشيا قتلوا في منطقة حريب التابعة لمحافظة مأرب، وأضاف أن الجيش عثر على عدد من الجثث في جبال الصفراء شرقية مديرية بيحان. لقي 13 مسلحا حوثيا وثلاثة من عناصر المقاومة مصرعهم في مواجهة بين الطرفين في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر محلي قوله إن المواجهات المستمرة لأكثر من 8 ساعات أسفرت عن مقتل 13 حوثيا بينهم قيادي ميداني. وأوضح المصدر أن المواجهات اندلعت إثر هجوم مسلح نفذه الحوثيون على أبناء قبيلة بني مسعود في المديرية التابعة لقبيلة الزرانيق كبرى قبائل محافظة الحديدة. قتل ثلاثة من أفراد الجيش الوطني في معارك متقطعة مع الحوثيين بمديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة.
وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الوطني شن هجمات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الحوثيين في صحراء ميدي، كما شن عملية عسكرية لاستعادتها من الميليشيا بالتزامن مع توقف طائرات التحالف العربي عن التحليق. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة أعدت خارطة المشاورات المقبلة ورؤيتها لتنفيذ القرار الأممي 22/16. وقال المخلافي خلال لقائه بنائب المبعوث الأممي إلى اليمن كيني جلوك ومستشاره العسكري إن الحكومة حريصة على السلام وستبذل جهدها لإنجاح المشاورات المقرر إجراؤها في 18 من أبريل الجاري، وأكد على ضرورة اعتماد المباحثات المتفق عليها في مشاورات بييل السويسرية والعمل وفقا لنتائجها، مشيرا إلى استعداد الحكومة للجولة المقبلة من مشاورات الكويت. هذا وأعلن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ إرساله خبراء أمميين إلى الرياض وصنعاء والكويت تمهيدا للمفاوضات التي من المقرر إجراؤها في الكويت. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تشارك الأطراف المعنية في المحادثات لتوفير آلية للانتقال السلمي على أساس المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. كلاهما مر، الحرب ودبلوماسية الحل السياسي المتعثر في اليمن. خطوات التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بطيئة وأحيانا تنتهي بتراجع إلى الوراء. أهي ممكنة هذه المرة وسط كل هذه التباينات بين الأطراف؟ إذا كان احترام المواعيد صعب التحقيق، فماذا عن فرص تطبيق هدنة في بلد التصعيد العسكري فيه هو سيد الموقف؟ قالت الحكومة إنها حريصة على السلام وستبذل جهدها لإنجاح المشاورات المقرر إجراؤها في 8 أبريل الجاري. وأكد رئيس الوفد التفاوضي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الحكومة أعدت خارطة المشاورات المقبلة تضمنت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي 22/16. اشترطت الحكومة ضرورة اعتماد الاتفاق المتوصل إليه في مشاورات بيل السويسرية والعمل وفق نتائجه، كما ربطت احترامها لوقف إطلاق النار بأن لا يتم استهداف المدنيين وفك الحصار عن تعز وتأمين وصول المساعدة الإنسانية. تصريح الحكومة تزامن مع الحديث عن إرسال 3 فرق أممية توزعت بين صنعاء والرياض والكويت لإعداد الترتيبات الأخيرة لاستئناف المباحثات. فحتى الآن لا يوجد أجندة واضحة للمفاوضة القادمة في الكويت ولا تقارب في وجهات النظر التي لازالت متباعدة كما في جنيف 2. لا يوجد أيضا اتفاق أو آلية لوقف إطلاق النار، عدا عن كون تصريحات المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد لا تنطلق عن معرفة واقعية بتعقيد وخطورة الوضع على الأرض. ذروة العجز أن تفشل الجهود الأممية والوسطاء الدوليون عن تكوين صورة واقعية عن الوضع وآليات التعامل معه. الواضح أن الحكومة متمسكة بالتطبيق الفوري للقرار 22/16 دون أن تملك الرؤية أو القوة لتطبيقه بالعنف أو بالسلام، فيما يبدو تحالف الحوثيون والصالح مصرا على الاستمرار في نهج القوة والغلبة. وحسب مراقبين فإن الحل العسكري أقرب إلى الواقع في ظل التحركات الجادة على الأرض في صنعاء والجوف وحجة وسط التفكك والتأجج والشروخ في جدار تحالف الحوثي وصالح، علاوة عن تعنته في عدم القبول بتنفيذ القرار الأممي. أمام هذه التحركات تبقى فرص نجاح الحل السياسي ضئيلة، ومن المرجح أن تفضي إلى جولة أخرى من الحرب في حال استمرت الميليشيا على مواقفها المتصلبة وعدم ملامسة الواقع اليمني والشروع الجاد في تنفيذ القرارات الأممية. باقنا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. في عدن تكريم 95 امرأة من أمهات شهداء الجامعة. قوات الجيش والمقاومة في الجوف يسيطران على إدارة أمن مديرية الغيل. احتدام المعارك في الوازعية بتعز والميليشيا تسيطر على أجزاء من المديرية. وزير الخارجية يقول إن الحكومة أعدت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي خلال مشاورات الكويت. أهلا بكم من جديد. قالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها وثقت 94 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها 5 حالات قتل. وأضافت في تقرير لها أنها سجلت في شهر مارس العدد الأكبر من الانتهاكات فيما احتل شهر يناير المرتبة الثانية تلاه شهر فبراير.
جددت نقابة التدريس بجامعة صنعاء استمرارها في تعليق العمل الأكاديمي والإداري احتجاجاً على التعيينات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي. وقال بيان صادر عن النقابة إن الجامعة تمر بمنعطف خطير قد ينتهي بها إلى مستقبل مجهول يحولها من صرح علمي إلى مرتع للعابثين يعتمد على الانتماءات السياسية الضيقة. وحذر البيان من انهيار الجامعة ومنظومتها التعليمية والمؤسسية، مجددا مطالبة النقابة بتجنيب الجامعة الصراعات الحزبية والسياسية المختلفة من أي طرف كان. شهدت قاعة ابن خلدون بكلية الآداب في جامعة عدن حفلا تكريميا لأمهات شهداء منتسبي الجامعة تحت عنوان أم الشهيد. وتضمنت الفعالية التكريمية التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن تكريم 95 امرأة من أمهات شهداء الجامعة، كما أقيم معرض للصور الفوتوغرافية. مراسلتنا مروة العزاني والتفاصيل. حضور لافت في حفل لتكريم شهداء جامعة عدن، 95 شهيدا يحتفى بذكراهم الخالدة في قلوب أسرهم وذاكرة التاريخ. شباب أجبروا على حمل السلاح في حرب ظالمة بعد أن كان سلاحهم القلم في ساحة العلم. لفتة طيبة من قيادة جامعة عدن في تكريم أمهات وأسر شهداء الجامعة الذي قدموا أغلى ما يملكوا وهي أرواحهم فداء لهذه التربة. جاءت هذه الفعالية لإحياء ملف أسر الشهداء الذي صرحت الحكومة أنه من أولويات مهامها بعد الحرب. شعور بالتذمر والإحباط عند كثير من عائلات الشهداء تجاه تجاهل أو تغييب مسألة الرعاية الرسمية والأهلية للأدوار البطولية والتضحيات اللي قدموها الشهداء في هذه الحرب. استقبلت أمهات الشهداء هذا التكريم بالفخر وبأعين تملأها الدموع على أبناء كان الكثير منهم العائلة الأول الذي تعتمد عليه الأسر، وطلابا جامعيين حالت الحرب دون تخرجهم. أم الشهيد مدحت عفيف طالب كلية الاقتصاد تتذكر كيف ترك ابنها ذو 21 عاما منزله في حي القلوعة. يعيل الأسرة يشتغل ويروح يدرس، معه سيكل نار هنا في صواره ويروح يشتغل بالسيكل، هو يعني كان مسؤول على الأسرة. ولم يبقى بعده سوى صدى ذكراه. لما الشهيد مدحت مواليد 94 شهر 6، ولد بالحرب ومات بالحرب، الحمد لله رب العالمين. الوعود التي قطعت تجاه أسر الشهداء لم تلقى طريقها للتنفيذ. طلبوا ملفات، أفتملي قدمناه الملفات وقالوا ما نجي مثلا الأشياء المتعلقة بالشهداء سوف نوصلها لكم. ولا تزال أسر الشهداء تشكو من تجاهل الجهات المعنية. وراء هذا الباب أسرة الشهيد مدحت عفيف، والتي رأينا معاناتها وهي مثل الكثير من الأسر التي تنتظر أن يطرق بابها من الجهات المعنية بأسر الشهداء. مروى العزاني، قناة بلقيس، عدن. ضاعف استمرار انقطاع التيار الكهربائي في محافظة الحديدة من معاناة المواطنين، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة، وانعكس غياب التيار على حفظ الأدوية فيما لم يعد بإمكان الصيدليات توفير الثلاجات اللازمة لحفظها، ما تسبب بخسائر لملاكها. يعد الثلج النفط الأبيض بالنسبة لسكان المدن الساحلية. هنا في مدينة الحديدة غربي البلاد تتشكل معاناة المواطنين في ظل غيابه على نحو بالغ، خصوصا في فصل الصيف، إذ صار الثلج واحدا من وسائل التبريد المستخدمة، وغدت الثلاجات الكهربائية غير ذات جدوى بسبب انقطاع الكهرباء منذ ما يزيد عن 6 أشهر كاملة. انعكس غياب التيار على حفظ الأدوية وأصاب التلف عددا منها، حيث كان الثلج أحد أهم وسائل حفظ الأدوية ولم يعد بإمكان الصيدليات توفير الثلاجات اللازمة لحفظها. التبريد مهم جدا بالنسبة للأدوية، خاصة الأدوية المهمة جدا زي الأنسولين، الألبومين وبعض الأدوية التي يحتاجها المريض. معظم الصيدليات لا يمتلكون الثلاجات، لذلك لا يمتلكون هذه الأدوية ولا يستطيعون أن يحضروها لأنها تحتاج إلى تبريد. المحلات التجارية أيضا ليست بمنأى عن ذلك في ظل غياب هذه الخدمة التي اعتاد عليها الناس. يحاولون هنا الحفاظ على المواد الغذائية بطرق مختلفة، لكنها لا تؤدي الغرض فيما لا تكترث السلطات لغياب التيار الكهربائي ومحاولات الناس المستميتة لحفظ الأدوية قبل الأطعمة، فحياة المواطنين بالنسبة للمسؤولين هموم مؤجلة حتى إشعار آخر.
خطر جديد يواجه الغطاء النباتي لجزيرة سقطرى، فقد دفع اختفاء الغاز المنزلي الأهالي للعودة إلى الاحتطاب واستخدام جذوع الأشجار المعمرة في الجزيرة لإيقاد النيران. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. مع كل يوم يمر بدون أن تتوفر مادة غاز الطبخ المنزلي في جزيرة سقطرى، فإن عددا جديدا من أشجارها المعمرة والفريدة تكون عرضة للاحتطاب، وبفنائها تفقد الجزيرة فصولا من غطائها النباتي غير المدروس بطريقة كافية، وهو ما سبق لكثيرين من مختصي حماية البيئة التحذير منه، واعتباره تهديدا لأنواع قد لا تتمكن الأجيال التالية من رؤيتها، كما قال ذات مرة بيتر ديجست المختص بدراسة تنوع الجزيرة، ويقوله الأهالي دائما، لكنهم لا يملكون الكثير أمام الحاجة التي تحاصرهم. في هناك أماكن محددة للاحتطاب، ولكن في الآونة الأخيرة عندما تتكاثر عدد سكان في الجزيرة أصبح بشكل عشوائي يقطعون الأشجار، وهذا مما يهدد احتمال بأن تسقط الجزيرة من قائمة التراث العالمي الطبيعي. ومنذ نشوب الحرب تحاول سقطرى الحفاظ على موروثها الثقافي الذي يحض على حماية الأشجار وجعلها جزءا من الصورة الكبيرة، لكن هذا الصمود لن يستمر طويلا، فقد هوت المعاول على جذوع أشجار ظلت واقفة لمئات السنين، وظل معها تفاخر السكان المهدد في وقتنا الحاضر بأن قطعتهم الجغرافية وفرت الحماية لما عجزت أرض الآخرين رغم سعتها على حمايته. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الجيش والمقاومة في الجوف يسيطران على إدارة أمن مديرية الغيل. احتدام المعارك في الوازعية بتعز، والميليشيا تسيطر على أجزاء من المديرية. وزير الخارجية يقول إن الحكومة أعدت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي خلال مشاورات الكويت. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.